كاين نخرج على الموضوع ما لا باس انتم هنا لتصحيح المفاهيم في الشق الاول من السؤال ديال السيده هذه تحدثنا عن الاعراض الاعراض هي كتبدا بواحد التقرحات يعني هذو ديجيل سار تقرحات تحت اللسان يعني في الفم وكتدوم وكتكون ما تخليش الشخص يتكلم وعلى مستوى يعني كذلك تناسليه بخصوص هنا النساء ثم تيكون واحد العين مع الصباح كتكون هذيك العين شويه مضبه ما كيشوفش بها مزيان هذا كيكون عياء كيكون عياء شديد يعني قبل السؤال ديال السيده كنت سالتيني عن الاعراض الاموال انبهجت ما يقدروا يديروا والو لا يقدرون على العمل لما تعبانين نعم مع الاسف الشديد وكاين مثلا بحال مثلا على كاين قضاه كاين مثلا في الشرطه القضائيه كاين في الدرك الملكي كاين بعض الحرف اللي خاص الشخص ما يكونش عنده بهجت ما خصوش يكون عنده بهجت لان ما غادي يقدر يعمل والو لان هذه اعمال تتطلب جسم باش يكون واقف وتركيز واشياء ما غادي يقدر والفلاحه سبحان الله الفلاحه ما عندهمش بهجت قليل يعني قليل جدا لماذا لانهم يتحركون والاكل ديالهم بسيط اذا دكتور غادي ناخذ مكالمه كنشوف انا يعني في هذه الحلقه ايمان المكالمات قليله انا كما قلت لكم دكتور القليل اللي كيعرف هذا المرض بهجت ولكن هادشي اللي عطى الله اذا ناخذ المكالمه الو السلام عليكم السلام ورحمه الله الاسم الكريم عبد الله من الدار البيضاء اهلا سي عبد الله من مدينه الدار البيضاء تفضل سيدي تفضل سيدي اولا وقبل كل شيء كنشكرك انت وكنشكر الدكتور محمد الفايد شكرا جزيلا والله العظيم كنحبه في الله شكرا جزيلا اللي بغيت نقول لك هذا مرض بهجت كما قلتي غير معروف نعم ولكن هل هناك امل في العلاج؟ نعم خير ان شاء الله وسؤال اخر الدكتور الفايد سبق له ان قال لنا انه لا يمتلك لا معشبه ولا يصف دواء نعم هذا صحيح نعم سؤال وجيه جدا هل من امل في العلاج والعلاج تكلمنا عليه احنا لما نشخص بهجه لا يمكن الشخص ان يعرف واش عنده بهجه ولا لا لكن لما يقوم الطبيب بتشخيص بهجه كيشوف الحده حدة المرض يعني فين واصل شوف تحليله ديال الدم ويشوف الحاله ديال الشخص ويشوف كذلك تاثير على الاعضاء وعلى الفيزيولوجيا الجسم اذا كان مرحله مازال هو عليه هو الكورتيكويد لا محاله منه لا لان الطبيب عنده امانه علميه طبيب لا يمكن يجي عنده مريض وما يعطيش دواء لا يمكن يعني خصنا الناس يفهموا هذه الامور هذه يعني الطبيب يعطي دواء انا قلت لا خذ كورتيكويد لا باس اذا كانت الحده ديال المرض تتطلب كورتيكويدات ممكن ماشي مده طويله نعم لا باس ياخذ كورتيكويدات ولكن يبدا مع الكورتيكويدات يبدا بالعلاج الطبيعي نعم الحياه ديالو ترجع طبيعيه نعم. وما يتهورش لان مع الاسف الشديد كاين الناس الان عندهم بهجه هذه 6 سنوات داو النصائح عندهم بهجه جيد العيالات ولاو كيشقاو في ديورهم ولاو مزيان ولاو كيخرجوا ولا مع الاسف الشديد كيتهوروا كيمشيو معروضين ولا كيخرجوا مثلا في العطله ولا حاجه ولا شي كياكلوا بعض الاشياء الصناعيه بمجرد ما ياكلوا المواد الصناعيه اللي فيها المضافات الغذائيه والمبيدات والمصائب الصناعيه كيرجع لهم بهجت كما هو سبحان الله يعني هذا المرض يعني ما لا 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 يعني الشفاء ديالو سهل يعني راه ماشي سهل جدا لان الناس ما غاديينش يثقوا بالطريقه هذه سهل جدا وهو ان الشخص يرجع لنمط العيش ديالهم الطبيعي واللحوم حتى اللحوم ولو انني منعتها غير باش الناس ما يتهوروش لان لا سمحت بها غادي نبداو ياكلوها مره في الاسبوع ممكن ياكلوا شويه سمك اللي عنده العظام ممكن ياكلوا حتى لحوم طبيعيه بحال دجاج بلدي ولا حاجه جايه من الباديه ولا حتى الغنم اذا كانت مسروحه ما تكونش عالفه ولا معز ديال الجبل اللي كنت مثلا الارنب نعم الاشياء لا الارانب لا انصح بها لان الارانب ولات بحال الدواجن لان الان ولات هي تربى مثل الدواجن هذه فالمهم غير يتفاداو الحيوانات المعلوفه فقط تكون دواجن ولا هذا لان المشكل في العلف وليس في اللحم كاين جوج العوامل المشكل في طبيعه العلف اللي كياكل الحيوان لانه غادي يخزن عنده مضادات وغادي يخزن عنده اشياء هكذا خصوصا اذا كان يعلف على مواد مغيره وراثيا الامر الثاني هو الكثره الاكثار من اللحوم يجب ان لا يكثر اللحوم اذا كان مره في الشهر ولا لا باس ما عندي مشكل يكون دجاج بلدي يكون وز يكون حجل يكون ديك رومي بلدي هذا ديال الباديه وما حتى البوادي النساء ولاو كيشريو العلف الصناعي الدجاج البلدي وهذا خطا خطا يتقوا الله هاد الناس يخليو الدجاج يسرح لان الشعير غلى من العلف طبعا يعني ما يقدروش يعطيو شعير دابا الدجاج ديالهم والدجاج راه قادر يعيش بنفسه راه يهبش راه كيقلب كيبحث ما عندوش مشكل اذا كان هاد الناس عندهم لحوم طبيعيه جيده ولا حيوانات
روحها مثل الماعز والغنم ما تكونش معلوفه تكون سارحه. هذو ياكلوا اللحوم ولكن ما يكتروش. ياكلوا مره في 15 يوم ولا مره في اسبوع وما يكتروش اللحم اللي كياكل هذيك الوجبه. ماشي ياكل 100 غرام اللحم ولا 200 غرام، ياكل خضار طيبين مع اللحم شويه وصافي. ما عندوش مشكل. اذا رجعنا ناط العيش ديالو طبيعي هما جوج الامراض سبحان الله اصحابهم غير يرجعوا للنمط الطبيعي كيتحسنوا باكثر من 50%. هما الملتيبل سكليروزيس التصلب اللوائحي وهذا مرض بهجت. هذا الحلويات جميع الحلويات من الايس كريم حتى الشوكولاتة مسببات الام الراس الحلويات والاجبان علاش؟ لان المونوسوديوم جليطامات، لان الحلويات فيها المونوسوديوم جليطامات هذا هو المشكل. وكاين الاسبرتام وكاين الاشياء هذه. فلا باش نعطيو الناس ماشي راه ماشي كنهضروا هكا على لا لا لا.